صرحت الجهات الأمنية أن عملية البحث عن مفتعلي الحريق لا تزال جارية. أما صاحب المحل السيد فرحات جوشكون رفض الرد على أسئلة الصحفيين. ألو بابا، شو في؟ ولا شي، بس ايه انا كنت بدي اقول لك انه بس اطلع بدي اعاونك بنقلة المحل. شو رأيك تستنى كم يوم لصير منيح؟ وكمان مننقل أغراض البيت. بابا أنا حابب ساعدك بهالشي. اتفقنا بابا؟ طيب وإذا بدك يعني اشتغل بالفرن أنا حاضر. شكراً ابني. شكراً إلك بابا. يلا بخاطرك بابا. الله معك.